وقلت لي دفعت ملف تاع خدمه. ما قبلوني، قالوا لك عندك سوابق. عندك سوابق ومسجل في البيرو مون ديفر باش يسمعوك. ورحت المؤسسه، احنا ما نسميوش المؤسسه الخاصه، رحت المؤسسه الخاصه انا البرحال، وقال لك ما نقبلكش، عندك سوابق. عندك سوابق. وانت واش تقول يعني كي يقول لك واحد عندك، واش تقول له؟ كيقول لي عندك سوابق ما يعجبنيش الحال، كي شغل تشوفه كي شغل ما مديش يده، كي شغل جد نشني تروح. وانت واش تقول له يعني كون يخدمك، واش تقول له انت يعني؟ نقول له جزاك الله خيرا. تخدم؟ نخدم. تخدم وتعرق وتتعب؟ نخدم، باينه نخدم. يسمعك غيره ان شاء الله، يسمعك الاف، وربما هو ايضا يسمعك يتراجع. ان شاء الله. انا عندي ديجا عندي غرامه 20 مليون، عندي دواوات بصور بيضاء، عندي فيزيتات، عندي من انا مضرور. انا ما قلتش، ما نقولش من طلبه من ربي سبحانه. حاب تخدم انت مش قاعد تخدم؟ حاب نخدم. ماذا بيا انا، ماذا بيا بدراعي. ما زلت قادر عشقك في الخدمه ان شاء الله؟ ان شاء الله ما زلت. تتعب؟ ما زلت. نقولوا احنا بالك الغرامه هذه تاع 20 مليون ضراتك، بالك نلقاو محسن ان شاء الله على قرمه. قال لك خلص نصها ولا قد قال لك خلصهم؟ قال لك خلص 10 ملايين، نديروا لك ونديروا لك كالوندري. نص يعني تاع الغرامه. نعم.